بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام وأصدقائنا في حلقة جديدة ويوم جديد وساعتين. عجبتك النكتة؟ اليوم جوهم عالي. لحظة شباب خلنا أول ولا شيء. رحبنا خلنا ولا أول كملنا شيء نكمل ونرحب في الناس ونسلم عليها. بتقول يا مرحبا فيكم اطفالنا الحلوين اللي قدام الشاشه واللي برا الشاشه. ايوه برا الشاشه بعد. ايه هاللي يشوفونا في البيوت بعد. ايوه وبعد شنو واللي حياكم في برنامجنا واللي يبي يسجل في البرنامج. ايوه على برنامج شارك ما ادري التطبيق شارك. كل حلقه نفس الحلقه واصدقائنا اللي ورا الشاشه. يعني هاي ترحيب لازم احنا نرحب في الناس ونسلم عليهم ونقول لهم ان احنا رجعنا لكم. عاد ايش دعوة عاد كل اسبوع نفس الحكي. مرحبا اصدقائنا الحلوين في برنامجنا برنامجكم. أيوة. اطفالنا والصيف يلا واحد اثنين خلاص ثلاثة خلنا نشوف يلا خلاص تعالوا لا كملوا يلا شبك خلاص احنا بنقدم الحلقة بدولهم خلي يقعدون ماما عليهم يلا خلنا نسمع يلا اي بس ما ينفع يا رشود ليش ما شاء الله عليهم هم يعرفون في المذيعين ما شاء الله شاطرين احنا بعد مذيعين شاطرين اي بس احنا مو عندنا مايكات زين يلا لحظة خلنا الحين نقول واحد اثنين ثلاثة ويصفقون لكم الجمهور ونسمع هالضحك بعده شنو بيصير يلا واحد اثنين يلا واحد اثنين ثلاثة صفقة ايوه نبدا الحلقة من البداية اقوى يلا عندكم اهلا وسهلا أعزائنا الحضور واللي ورا الشاشة صح واللي خلف الشاشة يشوفونا عبر الشاشات اللي قدام الشاشة قدام الشاشة مرة واحدة أنا مرحبا ومسهلا أصدقائنا الحلوين الشاطرين ويا مرحبا فيكم لازم نتدخل يا زعتون قلت لكم تعالوا بس ما تبوا ديون لا ما يصير تسوي شيء في يدك شنك بتطير لا أقول لك عبد الله أنا قدمت البرنامج بس الأطفال حطوني على هذه مال السريع هم حطوك السريع سرعوني عند ريموت كنترول زين لحظة يعني اليوم خلوا كده على الأقل ترحب في الناس تسلم عليهم ما يصير يا رشود وزعتور يعني انتم من المساعة شو تسوون زعتور ورشود من بعد إذنكم بس أسلم على أصدقائنا خلها تسلم ومشاهدينا بس يعني على السريع زين بعدين قولوا لنا أنتم شنو عندكم اليوم سريع ورانا ضحك اليوم إذا رحب فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا مثل ما أنتم شايفين الأجواء وايد حماسية زعتور ورشود وراهم ضحك اليوم ساعتين معاكم رح نرافقكم مليئة بالتسلية والمرح والفائدة أيضا والمسابقات والألعاب اللي مجهزينها لكم مثل ما أنتم شايفين البرنامج ما يحلى إلا زعتور ورشود وروحهم الحلوة اليوم ما ندري شنو عندهم ما ندري بشنو راح يفاجئونا لا اليوم روحهم شنو سببهم اليوم روحهم أكيد رحب بعبد الله الله يعطيك العافية كندا اليوم روحهم حلوة ومو بحلوة يعني اضحك بس يعني خلنا عارف أنا وياكم شنو السبب شنو سر الضحكة هذه والإزعاج هذا وما خليتونا نقدم ولا خليتونا نسوي شيء عبد الله يقول لك اضحك تضحك لك الدنيا يا سلام ونحن نبي الدنيا تضحك ضحكوا أصدقائي يلا ضحكوا معاهم الحياة حلوة لازم كل يوم نفرح وننبسط ونضحك ونستانس صراحة عبد الله شوف أنت لما تضحك
شوف وجهك في الشاشة يطلع حلو. ما أبي أضحك أنا. واليهال بعد لما يضحكون وجههم يكون حلو، يعني ما يكون يصير عبوس ووجهه مو حلو. أيوة. زين بس يعني أنتوا الحين قاعدين تنكتون البعض، كل واحد يقول نكتة للثاني، ولا بس قاعدين تضحكون يعني؟ لا نقول نكت نكت نكت. نكت. زين يلا دام عندكم نكتة سمعونا سمعونا. يلا احنا نبي أحلى نكتة من أصدقائنا عشان نضحك. إيه إيه. أيوة. أحلى نكتة. زين. نطلع من جمهورنا عبد الله. إنزين. يلا خلنا نشوف. عندنا تعال. عندنا صديقتنا اللي هناك تعالي، وعندنا تعال تعال تعال، خلنا نشوف النكت اللي عندهم اليوم دام انه ضحك بضحك اليوم، فخلنا نشوف. ابي اضحك ابي اضحك ابي اضحك يلا ابي اضحك. يلا نتعرف على البنيه الحلوه هني معانا. شو اسمك يا حلوه؟ رسل. رسل رسل كم عمرك خبرينا؟ 9. 9 سنوات، العمر كله ان شاء الله. زين شفتي راشد وزعتور اليوم شفتيهم وهم يضحكون؟ زين ايش رايك نضحكهم اكثر؟ عندك نكته؟ يلا قولي لنا. واحد حط خبزه تحت مخدته قبل ما ينام. زين ليش؟ ليش؟ عشان يشبع نوم. ها عجبتكم؟ يا تعرفي عليه تعرفي عليه. شو النكته؟ قولي لنا يلا اضحكوا. شو النكته؟ قول قول. أيوة بعدين إيش صار؟ ليش؟ زين عندك أغنية؟ يلا غني لنا يلا. بعدين زين تعال 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 لحظة أنا بيك أنا بيك. يلا عند عبد الله. يلا تعال 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 هني. شو اسمك؟ أيوة. ها؟ أوس 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 أوس. قل لنا كم عمرك؟ دير. خليه يجاوب. أنا برأيي ناخذ أوس بعد. زين أوس أوس تتغني تغني تغني. ها؟ دير. إيه. يا سلام نسمع له صمغة نسمع له صمغة. يلا يلا روح يلا ودك يلا ودك. يلا تعال تعال ننزل. زين عندنا هني بعد صديقنا شو اسمك؟ غانم. غانم كم عمرك يا غانم؟ 7. 7 غانم. قل لنا الحين أنا قبل ما تقول لنا إنك أنا عندي لك سؤال. الحين مثلا أنت إذا قاعد في المجلس أو قاعد في الصالة وأمك وأبوك قاعدين يسولفون، حلو؟ حلو معاي أنت؟ معاي صح؟ قاعدين يسولفون يسولفون يسولفون، فجأة أنت في النص قاعد تضحك وتضحك 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 بدون سبب قاعد تضحك، يصير؟ يصير ولا ما يصير؟ لا ما يصير صح؟ ليش ما يصير؟ بس بس يعني في أسباب يعني 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 حتى لو كنت فرحان حتى لو كنت فرحان عيب عيب يقول لك عيب. يعني انت قاعد امك وابوك يسولفون وانت قاعد تضحك في النص وخربت عليهم السالفه يعني نفس رشود وزعتور اليوم صح؟ ايه. زين خلاص يلا خلنا الحين الحين نعطيهم سبب عشان يضحكون صح؟ يلا عطنا شو عندك نكته اليوم؟ ايه. جاهز؟ ايه. يلا نبي نسمع. ليش مسكر اذنك انت؟ اسمع النكته ما يصير رفيجك. زين يلا يا غانم. واحد يسكر اذنك. اثنين ثلاثه يلا سمعنا. بعطيك بكس وطيرك ستاربكس قدام الناس. هاي النكتة أنا هالتنمر. هاي نكتة هالتنمر. هاي نكتة وقبل شوي رفيجك ميت ضحك عليها. شوف الحين ما يضحك. شوف خلاص. هاي مو نكتة هاي مو نكتة هاي يبي تهوش. افتحل زعتور بعطيك بكس. خلاص يلا غانم روح. يعطيك العافية. بعطيك بكس بدخلك في البكس. زين عبد الله وزعتور. لحظة. ايش رايكم ناخذ بعد واحد يقول لنا نكتة؟ اوكي. يلا تعال تعال. يلا تعال. انا ابي اضحك ابي اضحك ابي استانس انا ورشود نبي نضحك. يلا تعال اسرع اسرع. اليوم اليوم فرح اليوم يوم النكت. اليوم وناسة. ايوه. يلا تعال هني. يلا تفضل. شو اسمك يا بطل؟ عبد الله. عبد الله. زين يا عبد الله. سمي عبد الله. زين قل لنا شنو عندك نكتة حاب تقول لنا اليوم؟ قول نكتة قول نكتة. كان في واحد اسمه سعيد كان في واحد معي. ايه؟ سعيد مات. مين بقى؟ عيد عيد عيد. اوكي بعيد. كان في واحد اسمه سعيد كان في واحد معي. سعيد مات. مين بقى؟ عيد عيد. زين بعيد. واحد كان اسمه سعيد كان في واحد معي. سعيد مات. مين بقى؟ عيد. زين بعيد. يا سلام. صفقة 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 صفقة. زين لحظة 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 لحظة. انا الصراحة يعني الضحك حلو وجميل ان نضحك ونستانس والواحد يوم يضحك ويبتسم ويفرح
يزرع البسمة في الناس اللي حوله. يعني شوف زعتور انت ورشود اليوم بدأتوا الحلقة بضحك، الكل قاعد يضحك في الاستوديو صح؟ صح. ايوه ايوه بس صح. عندي كلام ابي اقوله والحين لازم تسمعوني عادل يا زعتور ورشود. شنو؟ يعني دائما الحين اذا مثلا واحد قاعد يتكلم ما يصير احنا في النص نضحك، ما يصير احنا في النص نخرب السالفة بدون سبب. المشكلة انه ما في سبب انه تضحكون. والضحك أيوة. الزايد والضحك اللي بدون سبب شنو؟ سعادة. سعادة يا أخي سعادة، إحنا مستنسين مبسوطين. في فرق بين السعادة وفي فرق بين أن أنت تضحك بدون سبب وتخرب الموضوع وتخرب السالفة. من قالك أنه بدون سبب؟ من قالك؟ شنو الفرق؟ أقول لك لحظة، اصبر اصبر أنت. إيه؟ عبد الله كندا إيه؟ أحين شنو داخل هالبوكس؟ شنو؟ البوكس العودة شنو؟ شنو؟ هدية. هدية صح؟ أيوة. هذه الهدية تسبب السعادة ولا ما تسبب السعادة؟ حلو. تسبب السعادة. اللي بيفوز بيضحك ولا ما بيضحك؟ أي بيضحك بس بيضحك اللي بيفوز، بس ما بيضحك نفس ضحكتكم انتوا الاثنين. بعدين يعني بقول لكم شيء، أنا طبعاً أوافق عبد الله في هالكلام، ونحن لازم نضحك في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. مثلاً إذا إحنا كنا قاعدين في الصف، المعلمة تشرح وهي مركزة في الشرح ودائماً قاعدة توصل لنا المعلومة بأحسن طريقة، يصير حد من زملائنا يضحك فجأة بدون سبب؟ جمهورنا يصير؟ بس كنا يمكن مرات الواحد يعني وهو قاعد كذي يتخيل ما يقدر يمسك نفسه. يتذكر. عفوا يا زعتور ويا رشود، احنا هني مو في المكان المناسب ولا الوقت المناسب ان نضحك، لان بهالطريقة ازعجنا زملائنا، ازعجنا المعلمة، ويمكن حتى شتتناها، وايضا صار انتباهها اخف، ما رح تقدر توصل لنا المعلومة بطريقة صحيحة. ونفس الشيء اليوم وإحنا قاعدين نقدم ونرحب بأصدقائنا ونسلم عليهم، الضحك الهستيري في الوقت الغلط بدون المناسبة بعد غلط. عبد الله يعني الحين قاعدة قالت لك اسطوانة كاملة وكلام كامل نصايح، بعد ما في فايدة قاعد تضحك مرة ثانية؟ أي ضحكت الحزن. بعدين دقيقة بعدين مو دائما يقولون لكل شنو مقام من مقال. أيوة ها حافظة يا رشو، يعني ايش رايك؟ مقام من مقال؟ ايه مقام من مقال بعد يضحك؟ قلتها بالصدمة. يعني رشود الصراحة، رشود وزعتور اليوم انتو مو بعاجبيني الصراحة. عبد الله وانا يعني انا الصراحة بزعل على ها. نعم يعني انت زعلان؟ هي ما يصير يا رشود، احنا قاعدين نتكلم الحين وقاعدين نوصل معلومة وما رحبنا في العازف بسبتكم يا رشود وزعتور. انت الحين زعلان؟ اي انا زعلان. خلاص بقول لك نكته. ما في فايده منك يا رشود. خلنا نرحب بعازفنا اليوم اخونا هلال فايز، نرحب فيك معانا اليوم. نسمع له صفقه وتحيه. نسمع صفقه قويه ان شاء الله. ان شاء الله بعد شوي بنتكلم معاك وبناخذ وبنعطي معاك ان شاء الله خلال حلقه اليوم. بس الحين أصدقائنا زعتور ورشود ما يبون يسكتون، مطولين اليوم. احنا بنلعب فلنعطيهم سبب عشان يضحكون. اي الحين بنلعب وبنطلع أربعة، بنتين ولدين. اختاري بنتين يا كندا. يلا عندي وانا بختار ولدين معانا اليوم في حلقة اليوم. تعال منو اللي قال انا؟ يلا ان شاء الله كلكم بتلعبون بدلكم كلكم بتلعبون. زين خلنا تعالوا وقفوا هني تعالي. خلنا اول شيء نشرح لكم اللعبه. أيوة. بعدين نتعرف عليكم اول. شنو تبون يلا تعرف. بس قبل ما نبدا اللعبه عندنا الرسامين اليوم ترسمون صح؟ بس ليش ما بديتوا للحين؟ يلا خلنا نتعرف عليهم، بس ناخذ اساميهم عشان يبدون في الرسم. نتعرف على رساميننا لليوم. شو اسمك؟ براءة. انا اللي بقول لهم ارسموا. اوكي انطر يا زعتور. شو اسمك؟ براءة. كم عمرك؟ سبعة. تحبين الرسم يا براءة؟ ترسمون انتوا الثنتين مع بعض؟ وانت شو اسمك؟ رقية. شنو بترسمون لنا اليوم؟ زعتور. ما شاء الله زعتور، خلاص صرت يعني أيقونة للبرنامج. كلهم يرسمونك. يلا خلاص الحين ابدوا رسم زعتور، واحنا بنجيكم بعد شوي عشان نشوف الرسمة. زين يلا خلنا نشوف اللي عندك. نتعرف على الرسمة كشتة. يا رشود خلاص خلنا نتعرف عليهم. رشود مطول معانا، خلنا نتعرف على رساماتنا الحلوين. شو اسمك يا حلوة؟ مها.
مها وانتي؟ نورة. عاشت الأسامي يا مها ونورة. زين اليوم شنو حابين ترسمون لنا؟ زعتور. زعتور بعد؟ بعد زعتور. انزين من متى وانتو تحبون ترسمون؟ من زمان. من زمان؟ كم عمرك الحين؟ 8. وانتي؟ 7. من متى ترسمين؟ من زمان وانا صغيرة. يعني كم عمرك؟ 3 4 5 يمكن من هلا. يمكن 5؟ انزين اليوم نبيكم ترسمون لنا أحلى رسمة، في نهاية الحلقة بنشوفها، اتفقنا؟ يلا ابدأوا. يلا خلنا الحين نتعرف على أصدقائنا الموجودين معانا واللي راح يلعبون معانا. شو اسمك؟ نواف حسين. نواف، نواف كم عمرك؟ 11. نواف قل لنا الحين يصير أنت قاعد في الصف نفس ما قالت كندا قبل شوي، والأستاذ أو الأبلة قاعد تشرح الدرس، وأنت فجأة قاعد تسولف مع شو اسمك؟ راشد أحمد. قاعد تسولف مع راشد وفجأة اثنينكم ضحكتوا نفس رشود وزعتور، يصير؟ لا. ليش ما يصير؟ عيب صح؟ وما يصير، لازم يكون في احترام للشخص اللي قاعد قدامك، اللي قاعد يتكلم قدامك، صح؟ صح. زين يعني الحين شنو طريقة التعامل؟ شلون احنا نتعامل مع زعتور ورشود؟ شنو نسوي معاهم؟ شنو يعني الضحك حرام؟ مو حرام، ما حد قال لك حرام، بس الضحك في الوقت المناسب. بس الضحك بس هي الضحكة هي الدحين، شو اسوي؟ ما اقدر اقولها تعالي بعدين. يعني ما يصير نحس بالسعادة يعني؟ لا، حسوا بالسعادة واضحكوا واستانسوا، بس لازم شوف 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 اي بس شوف هذه، شوف هذه شنو؟ لحظة، هذه شنو؟ هذه لا من داخل لا اي هذه ابتسامة وضحكة خفيفة، بس انتوا الاثنين ما يصير. عبد الله احنا ضحكنا بسبب كنا نقول نكتة. اي بس ما يصير تقولون النكتة واحنا نتكلم. يلا خلينا نتعرف على صديقنا الثاني راشد. راشد نفس السؤال، يصير مثلا احنا نقعد شي فجأة الناس قاعدين يتكلمون، انت قاعد في المجلس عند انت قاعد في المدرسة عند الناس وفجأة في ضحك وتضحك وتضحك وتضحك، يصير؟ لا. ليش ما يصير؟ يعني يفكر. ليش ما يصير؟ ليش؟ ليش ما يصير أنت تضحك؟ خلاص أنا يعني زعتور رشود يقولون الضحك عادي، لازم نضحك ونحس بسعادة. لا عيب. عيب صح؟ عيب. يعني لكل مكان يعني أو لكل مقام مقال، صح؟ ما يصير تضحك في المدرسة وقدام الناس، صح ولا لا؟ يا سلام عليك. يلا نتعرف على اللي عندك. نتعرف على البنات هني. شو اسمك يا حلوة؟ ماسة. ماسة زين، كم عمرك تقولي لنا؟ 9. 9 سنوات العمر كله. وانت يا حلوة؟ صبا. صبا زين، كم عمرك؟ 11 سنة. ما شاء الله عليكم بنات حلوين وكبار. قولي لنا الحين، هل عادي نضحك في أي وقت وأي مناسبة وأي مكان؟ لا ما يصير. زين متى عادي نضحك؟ متى؟ احنا كل شوي نقول ما يصير نضحك في هالموقف في هالموقف، زين متى عادي مثلا؟ في الوقت المناسب. في الوقت المناسب مثل شنو؟ قولي لنا الأوقات المناسبة. مثل الحين. مثل الحين مثلا؟ قولي لنا الحين احنا برنامج قاعدين نستانس مثلا نضحك عادي؟ عادي عادي. انزين حد قال نكتة؟ ايه. ايوه انزين وانت ايش رايك؟ عادي. انزين مثلا حد كان يتكلم بشيء وايد جدي؟ لا. لا وانتي؟ شد عليه. لا انزين إيوة. بعد قولي لي في مره صار أوكي. عندكم موقف مثلا حسيتوا انه هاي مو بالمكان المناسب او الوقت المناسب حق الضحك، شفتوا حد يتصرف هالتصرف؟ موقف مر معاكم؟ بس لا. لا انزين انتوا تضحكون لو مثلا في موقف غير مناسب لا يدعو للضحك؟ مو بمناسب، ما في شيء ضحك. اي ولا لا ما يصير. كنت يلا يا رشود كنت يعني إيه؟ اذا حد طاح يعني ما نضحك؟ يضحك يعني اذا طاح؟ اذا حد طاح قدامكم تضحكون عليه؟ لا لا. ليش لا؟ إيه انا بضحك. عيب. عيب. ليش عيب؟ لا ما يصير. لا مشاعره. لا لا دكتور طاح الاسبوع اللي إيه؟ طاف ضحكت عليه. إيه؟ بضحك عليه. إيه؟ بضحك عليه بعدين بقول له ما تشوف شر. بعد شنو؟ بعد انزين جاهزين حق لعبه اليوم؟ ايوه والله. انتوا الاثنين انتوا الاثنين بتخربون الاولاد اللي موجودين. أيوة. جاهزين؟ زين خلي اقوى اقوى. زين اشرحوا لنا اللعبه. خلي اشرح لكم اللعبه. يلا نشرح لكم اللعبه. شوفوا اللعبه ها. احنا بنلعب على مرحلتين. أيوة. الفريق اللي يفوز الحين بيتاهل بيلعب في النهائي، وبعدين بنطلع ناس بعد يلعبون عشان يتاهلون النهائي، اوكي؟ خلال دقيقه نشوف منو اكثر فريق يجمع كور، اوكي؟ بس شلون الطريقه؟ امسك الكره سوي نفس قبل شوي بنحط لازم الاثنين لازم تشدون بقوه اوكي تشدون بقوه وتسكرون تحط الكره وتنزل الثاني ينزل انزل يا زعتور انزل يا زعتور انزل 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 يا سلام لعبه جميله ايوه فهمتوا
تمام. يلا الحين دوركم، اتفقوا منو اللي بيكون هناك ومنو اللي بيكون هني، والبنات بعد نفس الشيء، اتفقوا مع بعض على اساس ان شجعوهم نبدا اللعبه. اولاد بنات، اولاد بنات، انا بحط لكم الكوراني، انتوا بس شدوا. نبدا مع بعض ولا اي مع بعض؟ مع الوقت، مع الوقت. بس كنت تساعدينهم هناك وانا بساعدهم هنا. لحظه خلنا نضبط. ايوه بس ايوه، وانتي انزلي عشان الكورة. شدها والسلة زعتور نقربها، لا تخلون مسافة، قربوا شوي. ايوه يلا، بس شد ترى مو بشاد انت. شد ارجع 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 ارجع، وانتي لازم ترفعين شوي، سكر شوي، تبطلينها بس توصل. بنعطيهم تجربة اولى، اوكي؟ يلا انزل انت شوي، يلا حطوا التجربة. يلا تجربة حلو 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 حلو، بطل. يا سلام، لا فريق الاولاد جاهزين، الاولاد جاهزين. والخيوط قربوها على بعض. شكرا. أيوة يا أيوة غانم. ايوه 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 بنات، ابيكم تشدون الخيط. يلا يا بنات، زين اخر محاوله، ابيكم تشدون. رجع رجع، لا حد يجي على المسرح، لا حد يجي على المسرح. زين يلا، وزنه يلا شوي يا حسين الاولاد. أيوة. اكثر فريق يجمع كور هو الفايز. عندكم دقيقه لما توصل. زين لما عندك السلة. يلا بنبدا. يلا بنبدا نعد مع بعض ونقول يلا. واحد، لا شيلها اثنين، ثلاثة. يلا عد ها، واحد. بدأ الوقت يلا انزل. حلو 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 حلو. ما دشت الكرة الثانية. يلا فريق الأولاد يلا. أفا يا سلام خلوا الكور، نقعد مكان، لا حد يقوم حبيبتي. يلا أنا طيحت. ركز. يا سلام فريق الأولاد، ركز. يا سلام الأولاد شغالين صح. ركز لازم تعرف متى تفتح. يلا يا باقي 20 ثانية. ركز متى تفتح. الحين يا سلام. اوكي بمشيها. 8 7 6 5 4 3 2 توصل. واو، هاي دشت. وني بعد دشت. خلاص هد. زين يلا عدي البنات يا كندة. تعال هنا، روح وقف هناك. نترك هاي، وقف هناك. كم؟ يلا ضبطوا. انا عندي حق فريق البنات، اعطوني هاي السلة عشان نحط فيها الكور اللي نعدها. يلا تعالوا هني. زين جمهورنا، قبل شوي عدينا ما سمعت صوتكم، الحين ابي اسمع صوتكم في العد، اتفقنا؟ يلا عدوا معاي ونقول ايوه. ثلاثة، بس اربع كور للبنات. شوف كنت في خطر انت. الصبيان كان في خطر. ثلاث كور يعني عنده بس ما دخلها. عد. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. فريق الأولاد فايز مع كلكم، فايزين معنا، يعطيكم العافية. روحوا أماكنكم. شكرا لكم يا حلوين. روحوا أماكنكم. شوف يا عبد الله، هاي الموضوع يجيب السعادة. صح، يجيب السعادة. دقيقة أنا بقول شيء الحين. راشد، في عندك يعني خلط بين السعادة والضحك، يعني الحين سعادة شعور، صار عندنا شيء خلانا نكون سعيدين. انزين، والسعادة دائما أصدقائي تجيب السعادة، يعني احنا دائما لازم نحس بالامتنان داخلنا ونحس بالسعادة. انزين حلو، اتفقنا على مفهوم السعادة. عبد الله استلم مفهوم الضحك انت مع مفهوم رشود. الضحك هذا مفهوم الضحك هذا والهزل يضحك ويستهبل ويستعبط قدام الناس وما يقدر ولا يفهم ان الموقف اللي فيه ما يستدعي الضحك. انا كنت بخليك تطلع الفاصل بس خلاص خليك ساكت، نطلع فاصل وبعد الفاصل نواصل معاكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا أصدقائي، وكيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا دائما 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 بخير وبصحة جيدة. وماذا عن الأصدقاء هنا؟ كيف حالكم؟ الحمد لله الحمد لله. إن شاء الله إن شاء الله دائما دائما وأبدا تكونون بخير وبصحة جيدة. أعرفكم بنفسي للذي يتابعني لأول مرة، معكم إبراهيم البشري وأنا راوي القصص، وأقرأ لكم القصة كل يوم جمعة، وقصة اليوم بعنوان فلفل يريد المزيد. مرة أخرى، فلفل يريد المزيد. نعم، تأليف جوزيف ثوبالد من دار جامعة حمد بن خليفة. قصة جميلة ورائعة. أوه، بطل القصة، ما هو الحيوان فيها في الغلاف؟ الخروف. خروف. خروف يريد المزيد. ما هو المزيد يا ترى يا زعتور؟ الأكل. أكل. أكل. ما أكل يا ابني، برجر. ماذا يأكل الخروف؟ برجر. برجر. ماذا تتوقع ماذا يأكل الخروف؟ العش. جميل جدا، ولكن هل سيكتفي صديقنا فلفل فقط بالعش؟ يبي فلفل بعد. لنكتشف ذلك معا. هل أنتم مستعدون؟ نعم. حسنا، نقول بسم الله نبدأ. كانت الخرفان خرفان الوادي تحب اللعب معا طوال النهار. با 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 ما شاء الله. لكن فلفل كان يشعر ببعض الكآبة. حزين. سألته فرحة، با ما بك؟ شكى فلفل، أنا لا أستطيع الركض سريعاً أو القفز عالياً مثل الخرفان الأخرى لأنني صغير جداً. هذا ليس عدلاً. مسكين 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 صديقنا فلفل. قالت فرحة، با لكنك صديقي المفضل كما أنت حتى لو كنت صغيراً. فعلاً نحن نختلف في أشكالنا، أليس كذلك؟ نعم. هناك الطويل والقصير والسمين والنحيف. نعم، أشكالنا تختلف يا أصدقائي، وكل واحد منا مميز، ولكن يبدو أن صديقنا فلفل لم يقتنع بهذا الشيء. ترى ماذا سيفعل فلفل؟ فلفل كان يريد أن يكون أكبر أكبر، ولكن ولو بقليل. نعم، بقليل فقط. لذلك عندما انتهى باقي الخرفان من الأكل، ماذا فعل فلفل؟ ها؟ ماذا تتوقعون؟ ماذا فعل؟ أكل أكل الخرفان. لا لا لا، ما يصير خروف يأكل خروف، ما يصير. طبعا، ماذا فعل فلفل؟ أكل فلفل المزيد، أكل فوق حاجته. هل هذا شيء صحي؟ لا، ما يصير. لا أبداً. أوه، كلما أكل فلفل المزيد كبر وكبر. بعد قليل أصبح فلفل قادراً على الركض أسرع والقفز أعلى من باقي الخرفان. باء باء. واو، فلفل أصبح كبيراً. هل سيكتفي بذلك يا أصدقائي؟ لا لا. ها؟ ألن يكتفي؟ أصبح أكبر. خلاص، صار ياكل وايد. نعم، ولكنه أصبح أكبر، ألن يكتفي بذلك؟ لا، إنه يريد المزيد. نتمنى ذلك. يريد المزيد، القليل منه فقط. كل مرة يقول القليل القليل منه فقط. كلما كبر فلفل أراد المزيد ثم المزيد حتى لم يستطع التوقف. انظروا إلى حجمه الكبير. استاذ استاذ استاذ، صار عملاق. نعم نعم، عملاق جدا يا راجل. صاح باقي الخرفان، لا تأكل الغابة. وصرخت فرحة، لقد كبرت زيادة عن اللزوم. هل سيتوقف فلفل؟ لا،
لكن فلفل كان يحب هذا الإحساس أن يكون الأكبر والأسعد. لم يهتم أبداً بإحساس أصدقائه، كان يهتم بسعادته فقط على حساب سعادة الآخرين. قال: ما أريد المزيد، القليل منه فقط، ما. ثم قرقش الغابة في دقائق. خلص عليهم الأكل. نادت فرحة: با، هذا يكفي با. لكن فلفل كان مشغولا عنها ولم يسمعها. با، نم 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 نم. ثم التهم جبلا. نم نم نم. ثم شرب بحيرات بأكملها. لكن فلفل كان يريد المزيد. هاي طماع يا إلهي. ثم ابتلع بلدة بأكملها في جرعة واحدة. وأراد فلفل المزيد، القليل منه فقط. كل مرة يقول القليل منه فقط، كل مرة نقول نريد المزيد، القليل منه فقط، للأسف نواصل ما خلى شيء حق أصدقائه. ثم قفز على القمر والتهم العالم كله. وهنا توقف فلفل، كان وحيدا، اشتاق إلى الشجر والوادي والخرفان، وأكثر من كل ذلك اشتاق إلى صديقته فرحة، وبدأ ذلك يشعره بالحزن والإعياء. وفجأة تقيأ فلفل وخرج العالم كله، وكل شيء، كل شيء اتهمه فلفل، نعم تقيأه، وكل شيء آخر معه. بل 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 بل. نعم. يعني كلونا. نعم، أكل العالم كله، ولكن الحمد لله أنه تقيأ. وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن نقول أن كل شيء عاد كما كان، إلا أن فلفل شعر بتحسن كبير. لماذا؟ لم يعد كبيرا كما ترون هنا، عاد صغيرا، أليس كذلك؟ ولكنه الآن أسعد. لماذا يا ترى يا أصدقائي؟ نعم، رجع طبيعي. عاد طبيعي ولكن عاد إلى أصدقائه، أليس كذلك؟ صار ضعيف. إيه؟ نعم، عاد نحيفا وقصيرا وصغيرا. يمكن صادق. مقص. همست فرحة وقالت: با، أنت صديقي المفضل كما أنت. با. وقال فلفل: با، وأنا سعيد كما أنا، ولن أقول أن سعادتي أهم من سعادة الآخرين مرة أخرى، ولن أقول مرة أخرى القليل منه فقط. وهكذا تنتهي الحكاية. صفقة. أستاذ إبراهيم، أنا متأكد أنه حلم. بالتأكيد سيكون حلما يا أصدقائي، وفي النهاية القصص دائما تكون ماذا يا أصدقائي؟ خيالية. شكرا لك أستاذ إبراهيم على هذه القصة الجميلة. وعندنا صديقتنا الحلوة مستعدة، أنا شفتها وايد مركزة. زين كنت طلعتيها، أنا من هناك أشوفها مركزة. أيه، أشوفها وايد مركزة ومتفاعلة مع القصة. جاهزة حق أستاذ إبراهيم يسألك. أول شيء شو اسمك؟ أسيل. شلون القصة يا أسيل؟ حبيتيها؟ أيوة. شنو استفدتي زين من القصة؟ استفدت إنه قولي أكون قولي شنو استفدتي؟ ما تقلين وايد. أكون سعيدة. إيه؟ صح. وسعيدة بالآخرين وكما أنا. نعم. والقناعة. أيوة القناعة، هذا يعني القناعة. كفو عليها صديقتي. صديقتي. هذا نسميه القناعة. نعم، أن نقتنع وأن نكون قنوعين. نعم،
أنا قنوع بشكلي وسعيد جدا بشكلي، أليس كذلك؟ نعم نعم، وهذا يكفي. ربما في بعض الأحيان أكون جائعا جدا وأجد الطعام، هل أكله كله لوحدي؟ لا. هل علي أن أفكر بسعادة الآخرين وبجوع الآخرين، أليس كذلك؟ نعم نعم، ليس علي أن آتي في أول البرنامج وأضحك بينما المذيعين يقدمون البرنامج، أليس كذلك؟ نعم. هذه واضحة واضحة أستاذ إبراهيم. رشد رشد، ترى مشخصينها معانا. لا مش مشخصينها. زين خلنا نسمع معنا صديقنا. شو اسمك؟ منيف. منيف، كم عمرك يا منيف؟ عمري 9. 9. قل لنا منيف، الحين استاذ ابراهيم عنده لك سؤال، جاهز؟ كنت مركز في القصه. شنو سؤالك؟ شنو اكثر كلمه كان يقولها صديقنا فلفل كل ما كان بياكل؟ اسوي دايت. ياكل شوي. لا، القليل من المزيد. اريد المزيد قليلا. القليلة منه فقط. أحسنت يا صديق. القليلة منه فقط. يا سلام. زين عندي سؤال، منو يقدر يقلد صوته يوم كان يقول القليلة منه فقط؟ يلا بصوت الخروف. ها يلا. لا صوت الخروف. القليلة منه فقط. لا تقدرين؟ تعالي يلا رسامتنا. تعالي 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 تعالي. القليلة منه فقط. اللي يجيبها صح بعطيه قصة هدية. شو اسمك؟ يلا مها. مها مها ترى قاعد ترسم لنا رسمه، انا قاعد اشوف الرسمه من بعيد الحين. يلا الله. الرسمه حلوه. اللي يقولها بهالطريقه صح القليل منه فقط بعطي القصه هديه. يلا مها. يلا ركزي. يلا يلا. اريد القليل فقط. مره ثانيه. القليل منه فقط. القليل منه فقط. لا لا لا، لازم صوتك يتحرك ناس. القليل منه فقط. القليل منه فقط. الله قريب. زين 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 زين. عندنا واحد ثاني. كيف فايزة 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 فايزة. كملي كملي الرسمة. الجائزة اللي يبها صح. اللي يبها صح. جيبها نبيها صح 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 صح. صفقة صفقة. وين الصفقة حقها؟ يلا هنشوف. يلا شو اسمك؟ محمد. محمد تقدر؟ اي اقدر. يلا بنعطي بنسمعك مره. ها القليل منه فقط. القليل منه فقط. يا سلام. يا سلام. صفقه 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 صفقه. يعطيك العافيه وتستاهل القصه هديه لك. اسمع اسمع لحظه. ما شاء الله عليه شكله عنده حلال عنده حلال. بس اسمع الحين يوم تروح البيت تقرا القصه بتقراها بنفس الطريقه، يعني تسمع صوت فلفل وصوت اللي معاه تقولهم كلهم. زين حسنا، ماذا استفدنا من قصة اليوم؟ ها منو شنو استفدنا اليوم؟ ماذا استفدنا من قصة اليوم؟ زعتور ماذا استفدنا؟ استفدنا إن ما ناكل أكثر من هذا. لا أعمق الفكرة. أعمق وايد أعمق. أعمق زعتور. أنا أقول غير الأكل يا زعتور. إن السعادة. إيه شنو بعد؟ لازم نقتنع. يلا نشوف صديقتنا. لحظة خلنا نسمع رشود. غنها رشود. رشود يلا ها. يعني لازم السعادة. إيه ولازم نكون قنوعين بالسعادة. ولازم نضحك. السعادة كنز ولا يفنى. الله حلو حلو. هاي مو بالسعادة. هاي مو بالسعادة. هاي مو بالسعادة. هاي القناعة. السعادة والقناعة كلها مع بعض. والرشد والفتنة أشدهم من القتل. ما لا 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 لا، هاي موضوع ثاني. موضوع ثاني. اليوم انت كلام ما شاء الله. موضوع ثاني. يلا شو اسمك؟ نوف معين. ها؟ نوف معين. نوف معين. نوف قولي لنا شنو استفدتي من قصة اليوم؟ لازم نعرف قيمة الآخرين. أيوة. ولا نحسب سعادتنا على حساب الآخرين. يعني لا نؤجل طعام اليوم إلى القدم. لا لا لا، لا تسمعين كلامه. يلا يعطيك العافية. يعطيك العافية. بارك الله فيك. يعطيك العافية. سالم إبراهيم يعطيك العافية. الله يعافيكم. ما قصرت على حضورك. الله فيكم. الحمد لله. مش القصة عجبتكم؟ وايد كالعادة. الحمد لله. وإن شاء الله الأسبوع الجاي قصة أحلى وأفضل كل مرة. أكيد أكيد. إن شاء الله يعطيك العافية أستاذ إبراهيم. ما قصرت. شكرا لك. شكرا أستاذ إبراهيم. دام أنت معانا الفاصل عندك. الفاصل عندي. زين يلا أصدقائي الصغار، يلا فاصل ونرجع لكم مع فقراتنا ومسابقاتنا.
حياكم الله ويانا أصدقائنا، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. والصراحة الموسيقى هذه رجعت لي ذكريات، ذكريات كأس العالم، ذكريات كأس العالم، وذكريات كانت جميلة، وأجواء كأس العالم كانت جميلة، والحين عندنا كأس آسيا بعد شهر واحد. إن شاء الله الأجواء تكون مميزة. بس من اللي فاز؟ لا، من اللي فاز في شنو؟ كأس العالم؟ كأس العالم؟ حافظين أصدقائنا أرجنتين وميسي وسمو. لا لا، بس حبيت أتأكد. إيه، وسمو الأمير يوم لبسه البش ما شاء الله. ما تذكر يا زعتور؟ أنا تشجع الأرجنتين. ها، تحب ميسي؟ ميسي ولا كريستيانو؟ شو رأيكم؟ ميسي. أنا أشوف جمهور ميسي أكثر. ميسي. يعني الاثنين لعيبة. زين، قبل ما نبدأ اللعبة الجاية، إحنا نسولف مع عازفنا اليوم أخونا هلال فايز. خلنا نتكلم معك، احنا تكلمنا معك قبل فترة عن ان شلون بديت وشنو الاشياء اللي حببتك في هذا الشيء. اليوم انا بسألك سؤال ثاني بالنسبة لأصدقائنا اللي موجودين معنا، شنو الشيء اللي ممكن انه يسوونه على اساس انه يقدرون يوصلون لمرحلة انه يكونون عازفين؟ هل يحتاجون وقت كبير؟ هل يحتاجون وقت قليل؟ ولا هي على حسب الموهبة؟ اول شيء يعطيكم العافية. بالنسبة لأي موهبة، العزف ولا غيره، أهم شيء الواحد يكون يحبهم. يعني أهم شيء سواء كان بيانو ولا أي هواية ثانية، عشان الواحد يتقنها. يعني ما في شيء اسمه موهبة بالفطرة تقريبا. واحد بتدرب بوصل، الأكثر ما الواحد يتدرب الأسرع وقت بياخذه عشان يتقن الموهبة اللي هو بده إياها بغض النظر شو هي. يعني حين مثلا أنا إذا عندي موهبة وقلت بس خلاص على هذه الموهبة أنا ما راح أتدرب، ما راح أوصل بعيد. لا طبعا، لا طبعا، لأنه معظم دربنا عشان نوصل معظم بعيد. يا حبيبي، أنت موهبة، أنت موهبة لحظة، أنت موهبة ما عندك. روح زعتور، تعال خليك في اللعب. الضحك، أبي أتعلم. أنا بروح عند راشد يا أخي. زعتور، زعتور أنت أي آلة تجي تبي تتعلم عليها؟ وصرنا الحين في البرنامج جاي من عيد الأضحى، للحين ما تعلمت على أي شيء ولا سويت أي شيء يا زعتور. لا لا، بس هم كانوا يقصون علي. شلون؟ كانوا يقولون تعال قعد هني واعزف. يوم أجي أعزف كانوا يفصلون الواير. اي، لأنه ما تعرف تعزف، لأنه ما تعرف تعزف، لازم تتعلم. رشود هالشيء صار ولا يعني زعتور شوي؟ ورشود كان يطلع الصوت من حلجة يسوي تين نين نين. اوكي، زين، خلنا نسألك آخر سؤال. شنو نصيحتك اللي لحظة يا كم مرة تركضين زارة جاعة ترحيل ترجعي ترحيل ترجعي سباك خلها تركض للمسرح. تعالي المسرح. تعالي. زين، خلنا نسمع نصيحتك اللي توجهها لي أصدقائنا اللي حابين عندهم موهبة. يعني سواء كان تتدربوا في معهد ولا في مكان، بس هذا يعني ما في حدود. يعني ممكن واحد من بيته تمام يتدرب على إيش اللي بده إياه لحاله من النت أو في معهد أو أي مكان، فما في حدود للواحد كيف يتعلم. يعني أهم شيء إنه ما يوقف ويستمر في التعليم، سواء كان في البيت أو كان في المعهد أو كان على اليوتيوب، فيتعلم. التعليم يعني ما له حدود. يعني موسيقى عن بعد. عادي. إيه، يعني إذا الهدف موجود إن شاء الله راح يوصلوا. إن شاء الله. يعطيك العافية. يعطيك العافية. عشان أتعلم من بعد، من بعد. لا لا لا، لا يا الله يا الله، أنت تعال شنو عندك في المفاهيم، يعني لازم من أول وجديد. حلو الحين. ها، زين، أنا في عندنا هني صديقتي. أوكي، تعلم. بس خلنا هنسألها شو السالفة. كم مرة راحت ورجعت تركض يمين يسار يمين يسار؟ تساؤلات. يلا، شو السالفة؟ ليش كنتي تروحين هني بعدين هني بعدين هني؟ ليش؟ شنو صاير؟ زين، بما انها تحب اللعب. انزين نبي نلعبها. بنلعبها الحين. ايه؟ بس تعرف على اسمها اول شيء. اسمك ذكرينا. هيا. كم عمرك؟ 5. 5 سنوات، العمر كله ان شاء الله. زين هيا، تشوفي عندنا الحين مسابقه اسئله. حلو، تبين تلعبين في الاسئله ولا تبين نلعب مسابقه؟ نلعب مسابقة. زين هيا، أبيك تقعدين مكانك الحين. اتفقنا؟ زين، عشان نلعب المسابقة الثانية. يلا. والله هيا تبين تلعبين الأسئلة؟ خلاص، تبي المسابقة اللي عقبها. خلاص أنت بعدها خليت المسابقة اللي عقبها. زين، روحي، أنا بنطلع شوي كبار. ايه، لا أنت لابس بدلة. تعالي أنت. تعالي. إيه، لعبتي. أوكي، خلاص، اللي جنبها تعالي. نبي لعبتي الشباب. زين، اللي فوق لابس حجاب. تعالي. عبد الله. قلت له السلام عليكم. سويتي سبقة أسئلة. تعال. ما يلعب. يلا. لا بس راح وقف ورا. لعب. زين، لحظة، خلينا نشوف كم واحدة الحين. كم صار عندنا الأخضر؟ تعالي وقفي على الأخضر.
دقيقة. زين لحظة لحظة، الحين عندنا ولدين وبنتين. زين. روح وقف. زين. نطلع بعد. نبي الحين بعد فريق. تعالي البنت. البنت. اللي فوق. إيه وق إيه وقفي. تعالي و. تعال. أنتوا مع بعض فريق. تعال. يلا. تعال. إنزين فريق أولاد وفريق بنات وفريق ولد وبنت أوكي يلا. تعالوا هني تعالوا هني في النص إنزين إذا الأخضر نقسمهم فريق هني. الأخضر والأصفر خلكم والأحمر خلكم على النقطة الأولى قد وقفوا على المربع الأول وقفوا على المربع الأول يلا إنزين يلا تعرف عليهم نتعرف على البنات والفريق الأخضر شو اسمك يا حلوة روضة سعد الحمادي روضة والنعم زين يا روضة خبرينا الضحك شلونك معاه تحكين في أي وقت لا إنزين متى عادي نضحك متى الوقت الصحيح إننا نضحك بس إذا في شيء يضحكنا أيوة إنزين وعادي مثلًا في الصف جون شيء فجأة زعج لا ليش لا إنزين اشرحي لنا نبي نقنع زعتور ورشود اشرحي لنا ليش لا لأن عيب ونزعج من المعلمات يعني هي قالت إذا في شيء يضحكنا نضحك زين إذا في شيء يضحكنا بس المكان غير مناسب. غير مناسب نضحك إذا المكان غير مناسب مثلاً أنا أضحك في المطبخ في المدرسة في الصف مثل ما قلتي ما يصير نضحك في الصف إنزين هاي المكان صح إن نضحك فيه لما حد يشرح لا والوقت صح لا مع إنه يضحك وين نضحك وين نضحك في البيت مع أهلنا نضحك ربعنا حقيقة نادي يعني. صح؟ انا عندي قناعة، القناعة كنز مو بالسعادة، والسعادة بعد كنز. لا يثنى. لا يثنى. انا عندي قناعة ان الضحك في كل مكان مناسب، بس لازم نختار الوقت المناسب للضحك، يعني عادي نضحك هني بس في الوقت المناسب، عادي نضحك في البيت في الوقت المناسب، نضحك في المدرسة في الوقت المناسب، نضحك في المدرسة عادي بس في الوقت المناسب. صح. بس الضحكة ما تجي في وقت المناسب. هاي المشكلة. يعني عمرك شفت واحد حزين ويضحك؟ لا ما نقصد هالطريقة احنا، نقصد انه انت سعيد اسعد، يعني السعادة حلوة ترى والضحك حلو بس لازم تختار مناسب. شلون حزين يضحك؟ يعني وقت مناسب ما عنده لازم يضحك في اي وقت. شلون زين الحزين يضحك؟ يلا هم في عندهم نقطة، هم في عندهم وجهة نظر يعني. بس وجهة نظر هذه يحتفظون فيها احسن. يلا نتعرف على الثانية منو؟ نتعرف على صديقتنا شو اسمك يا حلوة؟ هديل. هديل كم عمرك؟ 12 سنة العمر كله إن شاء الله. إنزين يا هديل قولي لنا تحبين الضحك؟ تحبين الوناسة؟ مستانسة معانا اليوم؟ ضحكتي؟ ضحكتي على زعتور؟ إيه؟ لا؟ شلون يعني؟ ضحكتي مع مع زعتور؟ لازم ضحكتي؟ هي ما ضحكت على زعتور، هي كانت مبسوطة فينا فرحانة. يا سلام. إنزين شوفي في موقف صار عندنا اليوم بداية الحلقة. انت اشرح لنا بما ان انت كبيره واعيه شنو وجهه نظرك يعني برايي شيء خطا انه مثلا عم تشرح عن موضوع او هيك ويجي حدا يدخل وينزع الموضوع بضحكه او هيك ايه سمعتوا يعني اذا حكيت شيء مضحك مقبول انه يضحك يعني بس احنا نزعنا صح كفو يعني عليه اذا قلنا شيء يضحك ممكن تضحكون بس احنا قاعدين نتكلم وما ضحكناكم فما يصير تضحكون يلا تعرف على صديقتنا الثانيه ضحكينا يلا عندك نكته حق مني حقدر انك لا الاسئله هديل تبي الاسئله جاهزه حق المسابقه تفضلي هني ونتعرف عليك شو اسمك يا حلوه بشاير بشاير وانت وسام جاهزين حق المسابقه يا وسام بشاير إيه؟ نبيكم تجاوبون صح وتاخذون نقاط وتوصلون للنهايه اتفقنا يلا شو اسمك يلا. محمد خلينا نسكر لك الكلر شوي عشان تكون كاشخ اكثر يا سلام اي ما يتسكر هاي محمد محمد قول لنا كم عمرك أربعة شلونك في السرعة أنا غزي خمسة أربعة أنا ما استوعبت كملت شنو أربعة تسعة الحين عادي نضحك الحين عادي تسعة ولا أربعة خمسة تسعة أكيد عبدالله آخر كلام اللي يقولك عمره على كيفه أوكي تسعة شو اسمك محمد كم عمرك عشر زين انتوا سريعين في الأسئلة رايحين نسأل أسئلة ونشوف منو الأسرع
اوكي جاهزين؟ ايه. زين اللعبه الله يسلمكم، انا بسال سؤال وكنت بتسال سؤال، ونبي منكم ترفعون، اول فريق يرفع الورقه اللي عنده هو الفريق اللي راح يجاوب اول، اوكي؟ بس ما ترفعون الا بعد ما نخلص من الاختيارات، تمام؟ أيوة. جاهزين؟ يلا صراحة الأسبوع اللي طاف اللعبة هذه كانت حماسية جدا، كانت المنافسة فيها عالية. بعد ما خلص ترفعون، أوكي؟ بعد ما نخلص من الاختيارات يلا نشوف السؤال مع بعض. شنو السؤال الأول؟ نشوف سؤالنا الأول. السؤال الأول يقول: ما هي الدولة التي شاهد أهلها التلفزيون للمرة الأولى؟ كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا. أول دولة شافوا فيها التلفزيون. يلا من اللي يعرف يرفع؟ يلا ما حد عادي يرفع، عطنا اي اجابه. يلا الاخضر مره ثانيه. امريكا طبعا. امريكا، الولايات المتحده الامريكيه، اجابه صحيحه. يا سلام. ها نرفع؟ ما رفعت، ارفع فوق، ما اشوف معك، ارفع فوق اسرع. يلا السؤال اللي بعده. يلا بنشوف سؤالنا اللي بعده، انتم ركزوا معاهم من يرفع اول. وسؤالنا يقول: ما هو الحيوان الذي يموت اذا فتحت فمه لاكثر من دقيقه؟ الضفدع، كلب البحر، ام الحوت؟ عندها 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 الاخضر. يلا مرض الضفدع. متاكده؟ يا سلام يا سلام. يلا قدم الخطوة. صفقة 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 صفقة. أنا دائما أتفائل بالفريق الأخضر. تربين ضفودع. يلا السؤال اللي بعده يقول: شباب سالفة. يلا السؤال يقول: أطول عظمة في إبهام اليد هي الكوع، ولكن ما هي أطول عظمة في إبهام القدم؟ الكرسوع، البوع، السوع. اوكي الاصفر. لا خلي 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 لا يلا الاصفر. ها شنو؟ الكرسوع ولا البوع ولا السوع؟ بوع. البوع. يا سلام عليك، اجابه صحيحه. يعني ما اعرف والله، كنت حاسس انه صح. كنت حاسس كنت ادري انه صح، بس كنت ارفع فوق. ما رفعت ما رفعت ما رفعت. يلا السؤال اللي بعد. شنو الكرسوع؟ هذه كرسوع. شنو اسئله هي جاوبت؟ شنو هاي الكرسوع؟ شنو البوع؟ معلش عيد السؤال تاني. يلا السؤال اللي بعده. سؤالنا اللي بعده والسؤال اللي يقول: من نصيب أي فريق الصرير هو صوت أي من الحشرات؟ الجراد، النمل، أم الذباب؟ أعرف أنا الصرير. هني 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 في النص في النص في النص. رفع أول. ها شنو؟ الذبان. الذباب غلط. هني رفع بعدها. الجراد. الجراد. الجراد صحيحة. يا سلام. يلا على احساسك صح الحين. صح. يلا السؤال اللي بعده عندي ولا عندك؟ يلا خلصنا السؤال. اللي بعده اللي بعده عند من؟ يلا عندك. يلا بماذا يشتهر الكروان؟ يا سلام. هل الكروان بصوته، بمنقاره، بأذنيه؟ يشبهون عالم بالكروان. يلا الاخضر. بمنقاره. غلط. في النص في النص. هني رفع. في صوته. صوته وإجابة صحيحة. صفقة صفقة صفقة. اليوم بعد حماس. لا 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 لا، منافسة منافسة قوية اليوم. منافسة قوية. بس الجمهور ما نسمعهم احنا يا عبد الله. جمهور راقدين اليوم. شجعوا أصدقائنا. شجعوا أصدقائنا. صفقة 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 صفقة. أيوة. عطني السؤال. والسؤال اللي بعده يقول: يا ترى شنو هو السؤال؟ السؤال يقول: ما هو الشيء الموجود في وسط باريس؟ البحر، المطار، حرف الراء. هني 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 هني. الأحمر الأحمر الأحمر. البحر. لا ناخذ الأخضر. الأخضر. الراء. حرف الراء. حرف الراء. إجابة صحيحة. حرف الراء. قاعد تفكر زعتور. زعتور كان يفكر. زعتور كان عباله بحر مستانس. زين يلا. أنا عبالي أول حرف من الإجابة حرف الراء. زين يلا. السؤال اللي بعده يقول: خلينا نشوف مع بعض، نركز البنات متقدمين. ماذا يسمى بيت النسر؟ العش، الوجار، السك. أوه لا لا لا. يلا. شكله يعرف الإجابة صح. السك. السك. أوفا. سكة بيت. البنت البنت هناك. يلا السك. يلا شنو؟ العش. العش. إجابة صحيحة. يا سلام. صفقة 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 صفقة. ما بقوة.
البنات رايحين 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 للفوز. يلا اذا خلونا نشوف سؤالنا ويا ترى شنو يقول من يلا السؤال اللي بعده فريق. والسؤال يقول: ما هو الحيوان الوحيد من رباعي الأرجل الذي لا يستطيع السباحة؟ الجمل، الكلب، الأسد. ارفعي ارفعي ارفعي. ما رب لا 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 لازم الكرت. الكرت ما ربعتي الكرت في النص. يلا الأصفر. ها الجمل. الجمل وإجابة صحيحة. صفقة 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 صفقة. أنت شنو كانت إجابتك؟ الجمل. الجمل بس ربعتي إيدك. ارفعي الورقة ارفعي الورقة. حتى أنت الجمل أنت وين؟ ما رفعت. أنت ما رفعت. ارفع شد حيلك. حس حس إن الجمل حس. أسرع أسرع. يلا تكون سريع. يلا عندك السؤال اللي بعده. يلا ليش يسمونه الجمل؟ كم عدد الساعات في اليوم الواحد؟ 12 24 24. أنا باخذ الأحمر. تعرفون ليش؟ ليه؟ لأن رفعه بعد ما خلص من الاختيارات. صح إيه 12. أفا لا 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 24. عطونا الأخضر. لا خل 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 نعطي خل نعطي خل نعطي. ها 24 قدم. شنو صفقولهم صفقولهم شنو شلون يعني شنو 12 ساعة؟ شنو 12 اشرح له شنو 12 ساعة في اليوم؟ شنو 12 ساعة؟ بس يوم بس يعني تقريبا يعني 24 صح؟ ايش ليش 24 يعني كامل كامل 12 نص. وين يا كابتن؟ ها لا في اليوم اليوم في 24 ساعة يعني النص 12 شنو الساعة 12؟ ما انتم شكلكم رياضيات. يلا السؤال عندك يا كندا. يلا وسؤالنا يقول يلا البنات باقي لهم خطوتين. البنات متحمسين. ما هو الشيء الذي يكون أخضر في الأرض وأسود في السوق وأحمر في البيت؟ القهوة، الشاي، الكرك. ها الأخضر أصفر أصفر أصفر. يلا أصفر أصفر. ها لا ترفعون إلا بعد ما نخلص من الاختيارات. شو الإجابة؟ الشاي. الشاي وإجابة صحيحة. يا سلام. شنو أنت شنو؟ كنت حاس؟ كنت حاس؟ لا. تعرف الإجابة؟ لا أنا كل مرة. كل ما تشرب شاي. يلا. يلا. السؤال اللي بعده. السؤال يقول شنو هو السؤال؟ سؤال سهل وجميل. من هو النبي الذي كان أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ نوح عليه السلام، داود عليه السلام، سليمان عليه السلام. يلا عطنا عطنا الأخبار. عندكم إجابة؟ سليمان بلكي. سليمان. 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 أكيد. سليمان عليه السلام. يعطيك العافية. قدمي. نسمع صفقة. سليمان عليه السلام. نسمع صفقة. يستاهل. ليش ليش؟ كلها زبدة. هم هذول الأول شيء. زين هم رفعوا أول. بس أنتوا ما رفعتوا. اشتروني. بس هم رفعوا بعد ما خلصت. صح. كنت تعرف الإجابة أنت؟ لا ما تعرف الإجابة. أنت كنت عارف؟ يلا الحين عندك فرصة. يا إن أنت تعادل او الاخضر يفوز. الاخضر يفوز معانا. يلا عندك سؤال يا كندا. بس هالمره الاخضر بعد ما ننتهي من الاجابه ترفعون. اذا رفعتوا قبل ما راح اخذ منكم. يلا وسؤالنا يقول السؤال: ماذا يسمى بيت الصقر؟ الوكر، الاسطبل، ام الفحوص؟ رفع. ليش ما رفعتي بعد ما خلصوا الاجابه؟ شنو شنو؟ الصبل. لا لا مو بالصبل. لا لا ما يحق الأحمر. وين خلنا ناخذ الأحمر. بيت الصقر أكيد تعرفه. بس ما قاعد أتخيل الصقر في الصبل. شنو؟ الوكر. الوكر إجابة صحيحة. يلا قدم. يا سلام. الصبل مكان الخير. بس حلو رفع خلاص رفع. يلا الأحمر ارجعوا ارجعوا يتقدمون. ركزوا 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 ركزوا. السؤال الأخير إذا كان الأخير إذا فازوا. السؤال يقول خلينا نشوف السؤال مع بعض. يلا كم عدد ألوان قوس القزح؟ 3 7 12. الأخضر. يلا الأخضر نشوف الأخضر. يلا قولي. 7. متأكدة؟ 7 متأكدين؟ لحظة يعني كان ودي إن تفوزون الصراحة. كان ودي نقول لكم إن الإجابة صح بس الإجابة يمكن غلط. الإجابة شنو؟ صحيحة. يا سلام. صفقة 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 صفقة. والفائز معانا في المسابقة. يلا كنت حاس كنت حاس. يلا روح اقعد.
كلكم فايزين معانا وتفضلوا. وين تصرفهم؟ وين توديهم بيوتهم يا زعتور؟ لا بيوتهم هني. ايه زين زين. لا لا وايد حلوه المسابقه حماسيه اليوم بعد في حماس واجواء حلوه. زين الحين زين الحين عندنا عندنا شنو؟ عندنا فاصل. عندنا فاصل يا راشد. بس دقيقه قبل الفاصل نشوف الرسمه. اي تعال قبل الفاصل. خلصتوا الرسمه؟ خلصوا الرسمه. خلصتوا؟ يلا خلاص تعالوا على المسرح، ناخذكم على المسرح اليوم. جيب الرسمه معاك. طلعوا على المسرح. لا 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 خلوها فوق خلوها فوق. يلا تعالوا. عبد الله ليش تضحك؟ زعتور لا تشوف. زعتور زعتور نبيك تتفاجأ. زعتور لا تشوف. تعال عبد الله لا تضحكون دايما. لا اكيد انت ضحكت بسبب بعد طوحت. يلا ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه. زين عبد الله خرب الصوره. خربها. شلون الرسمه عندكم سليمه؟ انا اشوف ان يعني سليمه. اي لا سليمه. زين يلا الرسمه هذه. يلا خلينا ناخذ هالرسمه اول. يلا خلينا نشوف رسمه اللي عندكم. شوف زعتور الرسمه. شوف شايف الفن ولا تضحك؟ شوف انا ضحكت ان الرسمه يعني تفاجأت منها ما شاء الله. حلوه حلوه حلوه. هاي يمكن فلفل. لا وايد حلوه الرسمه والوانها جميله. بعد براءة. رقية يعني اشرحوا لي عن الرسمة. اشرحوا لنا شنو الرسمة. والله الرسمة حلوة يعني فيها تفاصيل. لاحظوا الشمس فوق والسماء. يلا اشرحي لنا شنو هذه. هذا زعتور وهاي السماء. ايه وهذا غيوم وهاي قلب في قزح. يا سلام هذه بطة الله يهديك. زعتور هاي نفس فلفل يريد المزيد. حلو يعطيكم العافية. نسمع لهم. حلوة والله حلوة. نسمع لهم صفقة. يلا يعطيكم العافية. روح مكانكم. حتى حاطين لك موديها البيت. اسمع زعتور بدال القلب حاطين لك قلبين. واحد واثنين. يا سلام. جبت شلون انا ما يحطون لي قلوب. لا كفوا عليهم. ان شاء الله الاسبوع الجاي. يا شوت انت قلبنا. صح. يلا الحين خلينا نشوف رسمتنا الثانية. ما عندكم فضول حق الرسمة الثانية؟ اي بشوفها. يعني شوفوا احلى شيء عند اصدقائنا اليوم التفاصيل. صح. انا شايفه الاستديو حتى راسمينه. تعالوا اشرحوا لنا الرسمه. يلا قولوا لنا شنو رسمتوا. رسمنا ايه زعتور. زعتور ومن؟ خلينا نشوف وين رشود. ابقاني للحين ما لونوني. الله راسمين الاستديو صح؟ ايه. يا سلام. وانت بعد شنو رسمتي؟ راسمين الثريا اللي فوق. لونتي. كفو عليهم متعاونين. ما شاء الله راسمين زعتور ورشود اليوم. ايه رشود. زين انا وين؟ واحنا وين؟ انا وكندا وين؟ مرة الجاية. ما يصير. عبد الله كنتوا قاعدين معاهم. صح. يلا يعطيكم العافيه. نسمع لهم صوتك. ايوه مثل ما قلنا لكم مع الاجواء الحماسيه والرسمات الحلوه والضحك والوناسه والسعاده خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم عشان نكمل باقي حلقتنا لليوم. ابقوا معانا. أنا أصدقائنا وما زلنا مستمرين معاكم ومكملين معاكم حلقة اليوم من برنامج أطفالنا والصيف. وش رأيك نلعب على طول يا كندا اليوم؟ يلا الحين هاللعبة تحتاج المتاهة. تحتاج ذكاء. تركيز. تحتاج تركيز. أيوة. تحتاج تعاون بين الاثنين اللي راح يلعبون. فراح نطلع الحين ونشوف. خل نطلع ناس ما لعبوا يكونون كبار. زين اول شيء اولاد نلعب. يلا نطلع اولاد. نطلع فريقين من الاولاد. يلا. ما لعبوا نبي ناس ما لعبوا. تعال وين الاولاد؟ تعال. يعني نبي اولاد كبار شوي. ايوه. تعال هاي عندنا اثنين صاروا ثلاث. نبي بعد واحد. يلا باقي واحد.
باقي ده. واحد تعال يلا. اللي فوق هناك تعال اللي فوق تعال وينه لا لا لحظه لحظه اقعد اقعد تعال 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 لا لا تعال اي تعال يلا ايوه تعال انزين خلنا نشرح لكم هاللعبه اول شيء نتعرف عليكم يلا. اسمك تعالوا زين الحين نلعب اولاد نلعب البنات اوكي يلا ابو حاسب حاسب انتبه شوي 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 ايه؟ انزين انزين يلا 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 نسمع له صفقه نسمع له صفقه نسمع له صفقه يا سلام يلا شو اسمك نزيم ها نزيم نزيم كم عمرك 8 8 نزيم يصير نضحك بدون سبب ولا ما يصير هو سؤال واحد يصير ولا ما يصير ما يصير ليش ليش هاي السبب عطيت السبب عطيت السبب قاعد دغدغه يا زعتور زين شو اسمك عمر عمر كم عمرك 8 عمر يصير نضحك بدون سبب لا ليش هاي ليش شوف ضحك ضحك زعتور انت قول لي ليش تذكرت 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 زين ليش ما يصير نضحك بدون سبب عشان هذا إزعاج. إزعاج يا سلام. زين نشوف اللي هناك. تعرف على الفريق الثاني شو اسمك يا بطل؟ عمر. عمر وأنت؟ سامي. سامي. إنزين عمر وسامي أنتوا راح تكونون فريق. زين نبيكم تتفقون مع بعض وتتعاونون وتركزون عشان تفوزون. زين. خلنا نشرح لهم اللعبة أول شيء. زعتور تعال معاي شوي. أيوة أيوة أيوة. تعال معاي. شوفوا الحين. نلعب لعبة المتاهة. تعال نرجع ورا. شنو لعبة المتاهة؟ عندكم كور. شو اللي راح يصير؟ أو نبدأ من عندك زعتور نبدأ يلا. من هني أوكي نرفع أنا وزعتور ونحاول لنا نوصل الكرة لحظة 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 لا 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 لحظة زعتور أخي ركز شوي معاي زعتور. لا 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 تعال 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 تعاون زعتور. تعاون أنت اللي تاني إيه بس ركز معاي خلنا نفهم اللعبة يا زعتور يلا طالع يلا شوي شوي أوكي أوكي زين لحظة 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 خلنا نشوف الطريق لا 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 كذي ما يصير ما يصير ما يصير ما يصير المهم خط النهاية نوصل 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 حلو هاي واحد اوكي لازم نوصل لين النهاية بس بدل بدل إيه؟ بس كل واحد وفنه وتكتيكه صح خلال دقيقة نشوف منو أكثر فريق يجمع اوكي يلا يلا منو بيبدأ يلا انتوا بدوا يلا يلا تعالوا تعالوا يلا واحد هني واحد هني والجمهور يلا. نعد مع بعض تبدا من هنا حط الكره هنا نبي نسمع صوتكم جمهورنا يلا كلنا. واحد لا بعد بعد مره ثانيه لا مره ثانيه لا 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 ما عجبنا ما عجبنا واحد يلا يلا عندك دقيقه عندك دقيقه وعندك الكور انا بجهز لك الكور طاحت طاحت كمل 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 يلا 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 طاحت 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 كمل 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 تركيز شوي شوي ما يبي له سرعه يبي له تركيز لحظه لحظه فكر فكر فكر, فكر وين بتوديها فكر وين بتروح لازم تروح هنا لازم تروح هنا اسرع اسرع يلا 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 لازم تمشي حلو 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 زعتور يلا 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 قاعدين يطيحون في نفس المكان قاعدين يطيحون نفس المكان شوي 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 الحين شوي شوي الحين شوي شوي شنو نسوي ايوه يا سلام يا سلام يا سلام لا لا انزل 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 لا لا اي نزل هذه يلا 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 يا سلام خلص الوقت اثنين واحد حلو وصلوا كوره واحده كوره واحده نشوف الفريق الثاني كم كرة بيوصل يلا تعالوا خلكم هلا لا خلكم خلكم هني تعال تعال وقفوا هناك روحوا وقفوا هناك روحوا وقفوا هناك تفضلوا الفريق الثاني سعدين يلا هم جابوا كرة واحدة نشوف انتم كم كرة راح تجيبون شكرا. يلا جمهور يلا. نبي عد مرة ثانية نبي عد كلنا كلنا واحد اثنين يلا يلا روح 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 يلا 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 تركيز 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 وزنوها وتعاونوا يلا 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 بعد 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 يلا شوي 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 قعدوا شوي 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 لا 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 الحين لازم تروح هنا لازم تروح هنا يعني يوم توصل هني حاول تروح هالمكان خلاص قعدوا 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 حبايبي قعدوا فانتوا انتوا احسكم فاقدين الامل ليه ما تبون تحاولون ما تبون حماسكم
طيحي 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 كم باقي كم باقي كم باقي 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 لهي 12 ثانية 8 9 8 7 يلا 6 5 4 3 2 1 يعطيكم العافية وفريق الاولاد اللي فاز معانا نسمع له صفقه نسمع له صفقه يا روح اماكنكم روح اماكنكم الحين نلعب دور البنات بعد بعد الحين بطلع البنات عبد الله هي اللعبه وايد صعبه تعالي تعالي طلعتي اللي هناك تعالي تعالي الحين احب اطلع مطلع ما طلعتي تعالي بنات بنات وين وين يا حلوين لا لا بعدين بعدين اقعد اقعد تو 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 كم اربعه هذه كل البنات الحلوين تعالي زين شوفوا من عندنا وين ليش وين نبي اربع الباقي نرجع وين رجعوا 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 بنطلعكم اللعبه الجايه رجعوا تعالي 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 خلاص تعالي وتعالي يلا روح تعرف بعد عندنا العاب صبر وصبر يلا نتعرف تعالي 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 روح العب العب فاطمه كل عام وانت بخير يلا صرت كذي هاي دليل انه لازم نقول الاشياء في الوقت شنو الصح صح زين الحين فرضا قلنا نكتب عادي نضحك اي نكتب ايوه يلا زين تعالي تعالي زين الحين كم فريق عندنا زين زين يلا بنطلع بعد واحدة خلاص تعرفي عليهم يلا على السريع شو اسمك يا حلوة مرام 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 كم عمرك 10 10 سنوات العمر كله ان شاء الله زين مرام قول لنا متى الوقت الصح الا نضحك بكرة باشر ولا اليوم ولا البرنامج ولا بعد البرنامج بعد البرنامج لا 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 تسمعين حق راشد وزعتور اليوم هم فاصلين شو اسمك يا حلوة زهرة زهرة كم عمرك يا زهرة 9 سنين شفت اللعبة شلون لعبوا استفدتي من أخطائهم أيوة لازم شنو ركز ركز كفو عليها زهرة ونتعرف على الحلوين هني تعالوا 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 طلعوا هناك طلعوا هناك تعالي أنت بعد شو اسمك يا حلوة؟ جنى جنى استمتعت اليوم بالحلقة؟ شنو أكثر فقرة حبيتيها؟ الألعاب الألعاب واليوم إن شاء الله بتلعبين؟ إيه عرفتي شلون اللعبة؟ فهمتيها؟ كفو عليها صديقتنا ونتعرف على الحلوة هني بعد يا حلوة شو اسمك؟ عالية عالية زين شفت اللعبة؟ نبيكم تتعاونون صح وتركزون اتفقنا؟ زين ما تعرفتوا على اللي هني صح؟ أيوة شو اسمك؟ رسل انت قلت لنا النكتة قبل شوي صح وضحكنا كلنا صح يا سلام عليك وانت شو اسمك نهى 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 كم عمرك 6 6 نهى انا سمعت يعني العصفورة جات وقالت لي ان انت تعرفين تمثلين تعرفين تمثلين هي الحطة في مسابقة التمثيل وتعرفين تغنين بعد الله لازم نسمع شيء منك يا نهى يعني يلا نسمع صفقة نسمع صفقة حق نهى نسمع صفقة يلا نهى شنو بتغنين لنا شنو بتسمعيننا يلا يا نهى اخليك تفكرين ناخذ نلعب اللعبه بعدين نرجع لك يا سلام فكرين الله يا جميله حلوه الله ازاي شو اسمك اسمي هيا 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 ما شاء الله عليك رايحه راده 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 بس يمكن تسوي رياضه قاعده تسوي رياضه قاعده تسوين رياضه رايحه راده هناك ها ليش كنت تروحين هناك عشان منو أصدقائها زين 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 أنا الصراحة يعني هيا ما راح أخليك تلعبين يعني ما راح أخليك تلعبين ليش إلا عندي شرط بشرط تغني إنها تغني الله تغنين ها أكيد يلا نسمع صفقة حق هيا نسمع صفقة حق هيا هيا يلا واحد مسكي المايك يلا واحد اثنين ثلاثة شوميلة شوميلة يوم التفاعل أدب شوميلة شيخ انت نوم السويد لامتة وكفات شوميلة أيوة 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 الله يا سلام تعرفتي عليها؟ أيوة تعرفتي على صديقتي يلا أنتوا فريق وانتو فريق يلا كل اثنين فريق وانتو فريق اوكي فريق. راح نبدا معاكم يلا ارجعوا انتوا ورا ارجعوا ارجعوا ورا ارجعوا ورا يلا واحده هني واحده هني يلا روح هناك يلا نركز 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 جمهور نسمع صفقه نسمع صفقه البدايه هني والنهايه هني اوكي تمام يلا ولا اقول البدايه هني يلا. اوكي يلا واحد كلنا اصدقائي واحد اثنين
ثلاثة. يلا. أيوة. تركيز تركيز. ركزوا. أهما لو حصلوا الطريق الصح. صح. حتى لو كرة واحدة. يا سلام. ارجع. لا 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 لا. هناك بدوها هناك. عند الأزرق. أيوة. ايوه يلا كملوا معنا يلا 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 باقي لكم 30 ثانيه يلا تركيز قريبين من الطريق الصح. ايوه صح 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 هنا لا لا ايوه لا مسكر مسدود مسكر رجع 20 ثانيه ارجعوا ايوه تحت سوي سريع اوكي يا سلام واحد يلا واقي ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد حلو كرة واحدة كرة واحدة تعالوا يا بنات تعالوا وقفوا هناك يلا اللي بعدهم يلا فريق اللي بعد يلا شدوا حيلكم يلا جاهزين يلا ارفعوا يلا كلنا نعد يلا واحد اثنين ثلاثة يلا ايوه حلو فاهمين لا غلط مسكر ايه تحت حلو يا سلام واحد اسرع كفو اسرع يا سلام يلا كملي يلا عندكم هاي قعدوا خلكم قاعدين لا حد يقوم احنا بنجيب الكور خلكم قاعدين يلا حلو واسمها اكثر حلو يلا حلو خليك قاعد لا تقوم لا تقوم ارجع مكانك يلا تسعة ثمانية سبعة ستة يلا يا سلام كورتين يعطيكم العافية هناك انتو نقول لكم روحوا بعدهم مكانكم نسمع لهم صفقة شكرا لكم جابوا كورتين يلا وقفوا يلا هيا وش اسمك؟ هيا وفاطمة تقدرون تفوزون عليهم تجيبون أكثر من ثنتين؟ ثلاث إذا جبت ثلاث فايزين نبي ثلاث يلا واحد اثنين ثلاثة يلا ركزوا يلا حلو تركيز تحت لا يمين يسار صح لا هناك هاي غلط مسكر الطريق مسكر الطريق في حفريات مسكر الطريق تحت لا انت ارفعي هيا ارفعيها من عندك انت ارفعي اي روح هناك يلا لا ارجعوا هني اي شوي يا سلام يلا اسرع يلا يلا بنات يلا مع الوقت ركزوا يلا تسعة لحين كفي لحين انطر الحين تسعة ثمانية خمسة ثلاثة اثنين واحد يعطيكم العافية شكرا روحوا مكانكم يلا آخر فريق معانا ونشوف يلا وقفوا مش فاهمة اللعبة 50 واحد لعب قدامك ولحين مش فاهمة اللعبة بنحط لك الكرة هنا وبس اللي عليكم توصلون الكرة من هني لين هناك سهلة يلا تعالي وقفي يلا وقفي انتي معاها نسمع لهم صفقة يلا كلنا ويت يلا كلنا عد واحد اثنين ثلاثة يلا ايوه بس مسكر هني مسكر ارجعوا يلا مرة ثانية يلا اسرع وصل الكرة هني داخل الكرة داخل ايوه صح يلا كملوا يلا رجع اماكنكم يلا يا سلام
يا سلام. شوي 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 شوي. نبي بس كورتين، نبي كورتين. يلا يمين 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 على طول يمين. أول ما تنزل من هنا روح يمين على طول. يلا. أسرع أسرع أسرع. ركزوا لما تصلون هناك. يلا. تقربون. يلا. يلا يلا. باقي لكم بس مرحلة واحدة يعني. يلا. ودوا ودوا هناك. أيوة. يمين على طول. يمين 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 يمين. يمين يمين. أيوة. يلا يلا يلا. نقطة. يلا يلا يلا. أسرع 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 أسرع. اسرع اسرع اسرع. اي 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 صح صح صح. 4 3 2 1. خلص الوقت. يعطيكم العافيه. اسمع لهم صفقه. اسمع لهم صفقه. يلا روحوا مكانكم. روحوا مكانكم. زين خلينا نشيل هذول شوي. نوخرهم شوي من هني. عبد الله عبد الله. عندنا لعبه حلوه الحين. نلعبهم لعبه شعبيه. حلو. شنو اللعبه؟ أيوة. يا رشود. نلعبهم بر وبحر. الله. بر وبحر. والحين لا 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 اللي ما طلع يرفع ايده. تعال لحظه. اقعدوا اقعدوا. تعال تعال اقعدوا اقعدوا. أيوة. ما طلعتكم. انا بقول لكم. تعال تعال يلا. تعال روح وقفوا عند زعتور. وقف عند زعتور. انا بختار. روحي روح. اطلع اختارني. اطلع يلا. اطلعي اطلعي. لا اخترتك. اخو زعتور. اخو زعتور. اللي لعبوا ما يلعبون. روح. بس اللي ما لعبوا. طلعتوا انتوا. يلا تعالوا هني. روح. عبد الله عبد الله. وقفوا زين. اخوي اخوي اخوي. وقفوا كذي. تعالوا وقفوا. يلا شوي شوي. حاسب حاسب حاسب. اي وقفوا. حاسب حاسب حاسب. يلا ارجع. زين تعال انت. تعال تعال انت. بطلعك اللعبه الجايه. تعال نبي الصغار بس. اطلع. ايوه تعال. ارجع. يلا روح. يلا روح. طلعه. يلا روح وقف. روح وقف بسرعة. وقف جنب بعض. يلا تعال يا بطل. يلا تعال. تعال تعال تعال. اي انت تعال تعال. يلا نشوف نشوف نشوف. لحظة خلني اشوف. لا تعالي انت. يلا روحي. يلا 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 عليهم. يلا روحي. يلا 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 يلا. زعتور. ها زعتور. شوف صديقي. شوف شوف شوف. في حد صغير بعد. هاي اخو زعتور. اي يجبه زعتور. زين في حد بعد صغير. في صغير بعد. نطلع الصغار. يلا تعال روح. وين ولا تعال يا حلوه. كبيره شوي. تعال يا بطل. ان شاء الله اللعبه الجايه. زين وقفي هني. انت صغيره؟ لا بس طويله. وقفي هني. لازم تعالي انت. زين يلا وقف هني. يلا اوكي. ما شاء الله لقيت اخوك زعتور. لقيت اخوك. كان ضايع. كان ضايع. زين نتعرف عليكم على السريع عشان نلعب. اوكي شو اسمك؟ ريم. لا اعلى يا ريم. اعلى. ما نسمع ريم. ما نسمع. حلو. ما حلو. يوسف. يوسف كاشخ. يوسف ما شاء الله كاشخ نفس كشختي اليوم صح؟ شلون كشختي؟ من علمك؟ امي. امك علمتك. يا سلام عليك الشيخ يا يوسف. شو اسمك؟ يوسف. يوسف بعد. أو أنت شو اسمك؟ يوسف. بعد شو اسمك؟ يوسف. شلون شلون؟ شلون اسمك؟ قلدوني قلدوني. شلون؟ أنت أكيد أنت أكيد اسمك يوسف؟ أنت يوسف؟ وخرم وخرم عن بعض وخرم عن بعض. وأنت يوسف. زي خلنا وخرك شوي. إيه إيه. شو اسمك الحين؟ يوسف. بعد؟ بعد يوسف نفس الشيء؟ زين يلا أرجع. يوسف يوسف. يلا يلا زين تعال خلني أشوف أجرب أنت. أنت يوسف صح؟ ودّ بعيد ودّ بعيد ودّ بعيد. تعال تعال تعال. أيوه. هنشوف. شو اسمك؟ يوسف. نفس الشيء. بعد يوسف. ما شاء الله. يوسف ويوسف. ما شاء الله. يلا تعال تعال تعال. يلا خلاص اسم اسمه يوسف ويوسف. تأكدنا إنه يوسف ويوسف. يوسف كان راقد بس صحصح الحين. زين شو اسمك؟ شو اسمك؟ ماسة. ها؟ ماسة. ماسة. وانتي؟ ليان. ليان. وانت؟ عبد الله. عبد الله نفس اسمي. يا سلام. وانت شو اسمك؟ تميم. تميم. تعرف زعتور ولا ما تعرفه؟ تعرفه؟ شلون يقول اخوك؟ يعني ما تعرفني؟ ها؟ ما؟ تعرفه ولا ما تعرفه؟ لا ما تعرف؟ يا زعتور شلون تقول؟ رجع شعري رجع شعري. لا هاي شعره طبيعي. هاي شعره طبيعي. زين يعني يعني الحين زعتور ما تعرفه ترى. لا تقول لاخوك. زعتور ركرك ركز. يمكن شفت الشعر استرجعت شوي يعني حبيت. زين لحظة خلني أروح هني. شو اسمك؟ إبراهيم. إبراهيم. وأنت؟ فهد. فهد. وأنت؟ نسيم. ها؟ نسيم. شو اسمه؟ ميسي. نسيم. أنا سمعت ميسي بعد والله تبي الصراحة. يلا نتعرف على البنات. نسيم. نسيم. يلا ها باقي آخر واحد. شو اسمك؟ أمان الله عطية. والنعم يا أمان الله. يلا تعرفي على اللي عندك. يلا شو اسمك يا حلوة؟ نورة. نورة. وأنت؟ زين. زين ما شاء الله عليكم. وانت شو اسمك يا حلوه؟ سالي. سالي. وانت؟ ساره. ساره. زين وبكذي تعرفنا سالي. على كل متسابقينا بر وبحر. من يلا. ما يعرفها ومن ما يحبها ما تعرفون. نعرفها. تعرفون بر وبحر؟ بر وبحر اللي يعرف بر وبحر يرفع ايده.
اللي ما يعرف يرفع ايده اشوف اللي ما يعرف تعرفين ما تعرفين زين اذا يلا. قلنا لكم اوكي اذا قلنا لكم بحر شو تسوون وين تنجل. لا ما تسبح كفو 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 صح 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 كلامك صح كلامك صح صح نسبح يعني احنا نسبح في البحر صح 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 مرة ذهبت للبحر ما شاء الله عليك زين اذا قلنا بحر شو نسوي ننقز قدام اوكي اذا قلنا بر نرجع ورا اوكي بس زعتر وخر الطاوله شوي مع الكاميرا زين يلا. الحين راح نجرب نسوي تجربه اوكي يلا بنقول بحر حلو لا حد يتاخر لازم اسرع اللي يتاخر بيطلع اللي يتاخر يرجع مكانه خليه اللي يتاخر بيطلع لا تمسكونا يا دي بعض عشان ما تغلطون يلا بر نرجع بر نرجع البر نرجع البر بر ورا بر ورا بر ورا بر ورا نقزه واحده بس بحر بر حلو بحر بر حلو خلاص فهمتوا صح الحين بنبدا انا معكم الحين بنبدا اللي غلط بنقول له مع السلامه اوكي يلا انتوا الحين في البر بر زعتور زعتور يا اخي ما يصير سمع يلا قربوا لازم ما تخربطوا رجع البر يلا رجعوا بر رجعوا يلا اللي يتاخر بيطلع ها يلا بحر نسيم بحر نسيم نسيم تعال يا بس نسيم يلا يعطيك العافيه نسيم نسمع على صفقه حيو يلا انتوا في البحر بر بر اسرع بحر بحر تعال يوسف ويوسف مع بعض طلعتوا يلا شكرا لك يا بطل يوسف ويوسف يلا يعطيكم العافيه نسمع لهم صفقه يوسف ويوسف يلا روح اماكنكم منو بعد تعال يلا يلا تميم خلك تميم خلك لا تميم فاز تميم فاز تميم قل لا بحر قدم قدام ما رجع ورا يلا وقف يلا قربوا من بعض عشان قرب روحوا بعد يلا انتوا الحين في البحر نقول بحر ايوه بحر لا اذا قلنا بحر لا تنقز خليك مكانك اوكي ارجعوا عشان ما تطيحون ارجعوا انتوا في البحر بعد ورا ارجعوا يلا بعد ارجع بعد 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 يلا اقول من عندي هالمره يلا بحر يلا اوكي ها لا بس مخربطين مخربطين لا خلاص يلا تعال يلا روح مكانك يلا يعطيك العافيه يلا انتوا في البحر وين بحر صح يلا بر تأخرت يلا روحي مكانك يعطيك العافية وانتي بعد روحي عشان الوقت يلا قربوا هل يغلط من طلع عشان الوقت يلا انتوا في البر صح بر يلا روحي مكانك تحركتي صح يلا روحي مكانك يلا نقرب من بعض على وشك انطلت نفسها يلا قربوا من بعض قربوا يلا تميم قرب قدم شوي خلكم على خط واحد تميم خلك على خط واحد كنا مضيع فول وقف معاهم يلا الحين انتوا في البر صح يلا بحر بر تميم يعطيك العافية نسمع على صفقة يلا روح مكانك يا تميم قربوا أيوة. باقي ثلاث بنات وولدين عندك يا كندا يلا انزين الحين انتوا وين في البر ولا بحر ركزين انتوا في البر ولا البحر بحر ولا بر انتوا في البر يلا انزين انتوا في البر بحر تأخر يلا يعطيك العافية ركز لا خليك وين رايح فايز زين ثلاث بنات انتوا بحر ها انتوا بحر بر بحر بحر بر بر بحر بر بحر زين يلا عندي انا اعرف لكم يلا انتوا وين الحين بر صح بر بر بحر بحر في اثنين يلا روح يعطيك العافية اسمع لهم صمقة باقي اثنين خنشوف شو اسمك ريم ليان ايوه وقفي هناك تعالي وريم خليك هنا ايوه يلا الحين انتوا في البر صح بحر بر
مركزين. فين فين بايزين نفعلهم صفقة. يا سلام يعطيكم العافية يعطيكم العافية. في عندنا وقت نلعب لعبة التمثيل التخمين. يلا خلينا نلعب. عندنا وقت زين. في واحدة من كانت ممثلة. تعالي من كانت تحب تمثل. إيه تعالي. لا بس طلعت 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 خلاص. يلا اللي ما طلع تعالي تعالي اللي فوق. لا اللي ما طلع تعالي. أنا اخترت صح. عبد الله عندنا سباي بعد حق لا. الفريق بس لعب لعب لعبت لعب ارجع لعب. ارجع ارجع اللي لعب يرجع زين. انا اللي فوق اللي فوق لعبتي تعالي ايوه. لعبتي تعالي يلا انت لعبتي زين. ما شارك انت ما لعبت صح تعال انت لعبتي اليوم لحظة. لا لا اوكي فريق يلا. بنات تعال انت لعبت لابس ابيض لعبت ايه. زين 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 تعال تعال لابس سباي بعد تعال زين. الحين لعبتنا تعتمد على التمثيل والتخمين. واحدة فيكم بتشوف الكلمة بتمثل والثانية لازم تخمن شنو الكلمة بدون ما تتكلم. اتفقنا؟ اتفقنا؟ مامي اللعبة أول شيء شو اسمك؟ موزة. موزة وأنت يا حلوة؟ سلوى. سلوى كفو عليها. زين وأنت؟ سارة. سارة إنزين أنتوا فريق. اتفقنا؟ يلا نتعرف بعد أنت؟ هيا. هيا. عاشت الأسامي يا هيا. وانت يا بطل؟ راكان. راكان عاشت الأسامي. محمد. محمد وآخر متسابق؟ موسى. موسى انزين. لعب. تعالوا انت وهي هم لابسين نفس بعض. تعال 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 وانت كنت بحلوة بحلوة. ليش ليش؟ ربطتها الله. مو حلاوة؟ لا مو حلاوة مو حلاوة مو بحلاوة هاي ربطة خضرة لون حلو بس مو بحلاوة. زعتور بس ستايل حلاوة. تعرفتي عليهم؟ تعرفت عليهم؟ يلا خلنا نتعرف على الأولاد اللي عندنا. شو اسمك؟ يوسف. يوسف بعد؟ بعد يوسف بعد يوسف بعد يوسف ما شاء الله. شو اسمك انت؟ موسى. موسى وين؟ محمد. محمد راكان. راكان انزين الحين راح نلعب معاكم لعبه. البنات ارجعوا ورا شوي. ارجع ورا والاولاد تعالوا تعالوا هني ورا ورا. تعالوا هني بس خلكم بعيد عن راشد شوي. انزين انزين واحد فيكم راح يمثل واحد راح يمثل والثلاثه الباقيين راح يتوقعون شنو الكلمه اللي قاعد يمثلها. اوكي منو يمثل منو يعرف يمثل فيكم؟ أنا عارف أمثل. أوكي خلاص ركان بيمثل وانتو تخمنون. والبنات منو بيمثل فيكم؟ من راح تمثل؟ من؟ أنتي بتمثلين؟ يلا أوكي زين نبدأ مع الأولاد. البنات رجعوا شوي. الأولاد تعال انت تعال انت هني اللي راح يمثل تعال هني. أوكي تعالوا تعالوا احذى بعض وقفوا جنب بعض وقفوا جنب بعض عشان تشوفون هو بيمثل لكم وانتو تحاولون تعرفون الكلمة. أوكي يلا بس لا تشوفون الكلمة الجمهور لا تقولون لهم بعد ها بس عبد الله لازم ما تتكلم تمثل بس اوكي يلا يلا هنشوف اعطيه مايك بعد لا بدون مايك بدون مايك بدون مايك صح صح يلا 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 يا بطل يلا ابدا واو اسد اسد انا ما شفت التمثيل شو سويت 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 لا كفى عليك جاوب على طول صفقه 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 يا سلام اسرع اجابه تعال والله والله ممثل ما شاء الله عليك ما شاء الله عليكم يلا رجعوا الحين دور البنات تدري ليش جاوبوا وقف هناك اللي راح تمثل ارجعوا وقف هناك وقف هناك والبنات اللي راح تخمنون ايه صح 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 تعالوا زين صح صديقتنا جاهزه وكلمتنا بعد جاهزه الو السلام عليكم تليفون لا انتوا شفتوا لحظه قالت قالت هني قالت قالت ايش هاتف دقيقه دقيقه قبل قبل نبي نعيدها شفتوها ولا لا 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 ما شافها ما شافها واحد واحد ما شاء الله سريعين اليوم يلا روح يلا تعال تعال مره ثانيه يلا الاولاد يلا الاولاد تعال 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 يلا مره ثانيه لا غير غير انت ممثل بتغير يلا روح مثل روح مثل انت تعال لازم نغير يلا يلا مع انه ممثل فنان اي فنان فنان يلا يلا واحد لا حد يطالع ورا طالعوا قدام الله لا لا سو بعد مثل بعد بعد وانت بعد خمنوا اكثر يعني مثلا سو فوق شي سو شي شي يعني يجينا هواء يجينا هواء شيء يجيب هواء شنو؟ فوق السقف ها؟ يا سلام يا
سلام يا سلام ممثل وجاوب ما شاء الله عليك. يلا تعال دور البنات. يلا تعال 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 تمثل مثلين. يلا تعالي يلا زين. ها ما شاء الله وانتوا راح تخمنون. يلا اعطينا الكلمه زعتور. يلا 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 ها سماعة مايك. لا ما تحركين حزجك تشوفك بس تمثيل بس تمثيل. يلا شنو شيء ينأكل ينأكل شيء ينأكل شنو ها ماي ينأكل مو بينشرب ينأكل ينأكل يعني ينأكل. يعني شوفوا شوفوا ها أيوه ايوه سوي نفسه ها موس. يا سلام يا سلام يا سلام موس يعطيكم العافيه. ها بعد جوله ولا خلاص اخر جوله اخر جوله ها يلا يلا اخر جوله نلعب بعد مره. تعال الحين انت مثلت انت مثلت. تعال يلا يلا تعال مثل. تعال انتوا الاولاد وين عندي عندي عندك. يلا تعال قرب قرب قطل قطل لا تطالع ورا. تعال يلا 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 واحد اثنين ثلاثه ها آه، مثل مثل يلا ابدا مثل. شو تسوي يلا طلع يدك من مخباتك مثل. يلا مثل مثل هاي يعني شنو ها آه، يلا ها آه، ما تعرف قل له قل له يا الله يلا كلمه ثانيه كلمه ثانيه. لحظه انت روى وانا بقول له. تعرف تقرا اتوقع لا زين يلا خل ساعده ارجع ارجع يلا يلا تعال 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 لا لا روح روح صح صح روح روح يلا 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 روى الكلمة. اوكي اي صح صح صح, صح, صح يلا ايش قاعد تسوي؟ بيانو. لا 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 بعد بعد ها بعد سو كمبيوتر. صح عليك صح عليك صح عليك صح عليك. باللغة العربية شنو؟ ها؟ حاسوب. حاسوب صح عليكم. يلا ارجع 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 اخر. لا لا تعال 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 اخر محاوله للبنات نشوف. يلا اخر جوله للبنات اخر جوله للبنات. ارجع بعد 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 وقف هنا. تعال ورا تعال ورا تعال ورا تعال وقف هنا. من اللي بيمثل؟ هي راح تمثل. يلا 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 هي راح تمثل. لا تشوفون لا تشوفون لا تشوفون. يلا اوه يلا نعم مره ثانيه مره ثانيه مره ثانيه مره ثانيه. قلم لا 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 اليوم احنا شو راس سوينا؟ دفتر؟ لا ها؟ لا 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 لا, لا, لا. الوان؟ يعني قريب قريب من الالوان. شنو تسوون بالالوان؟ نرسم نرسم رسم رسم. من اللي يرسم؟ من اللي يرسم؟ شو اسمه؟ ها؟ بعد غير؟ بعد دقيق اكثر ركزي اكثر بعد شيء رسم؟ اللي يرسم شو يسمونه؟ رسام ها؟ رسام رسام. يا سلام يا سلام. صفقة صفقة صفقة. يعطيكم العافية كلكم فايزين معانا مع أماكنكم مع أماكنكم. نبي نسحب نعم نعم الجائزة 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 الكبرى الجائزة الكبرى. نسيتوا الجائزة الكبرى. الجائزة لحظة خليني أشوف منو يسحب الجائزة اليوم. اليوم جائزتنا اللي كاشخ نفسي يوسف. تعال تعال يوسف تعال يوسف تعال يوسف 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 نفس يوسف نفس كشخة. طبعا احنا عبد الله في كل حلقة وكل نهاية حلقة مو بعد البرنامج نسحب اللي بتسحب على جائزة كبرى. زعلانة مو شركة زين. يلا خلها تسحب يوسف خليها تسحب صح؟ تعال شو اسمك يا حلوة؟ دلال. دلال دلال. زين اليوم نبي تسحبين لنا اسم وهو اللي راح يكون الفائز معانا بالجائزة الكبرى. لا 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 يلا. وهي راح تكون ايباد مقدم من تلفزيون قطر. يا ترى راح يكون يمكن تسحبين اسمك من؟ يمكن ما ندري. يلا ايوه ايوه يلا يلا شوف شوف فائز ولا فائزة؟ أنا أشوف اسم تكرر اليوم. لا 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 يوسف يوسف بس أي يوسف؟ أي يوسف؟ يوسف يوسف شنو اسمك؟ يوسف شنو؟ وأنت يوسف شنو؟ يوسف اللي فاز معانا. أي يوسف؟ أيوة يوسف خالد الهاشمي. نزع على صفقة نزع على صفقة. يا سلام يا سلام. صفقة 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 ليوسف صفقة ليوسف. يلا بطلة ونقص الشريطة. لا حد يقص ابو عبد الله. ايه صبعي صبعي ايوه بعد. يلا يلا بطل بطل بطل
بطل بطل بطل بطل. جائزتك يا يوسف. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. نرفع نطلع الجائزة. الله صفقة 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 يوسف. شوف الكاميرا شوف الكاميرا شوف الكاميرا. اضحك 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 اضحك. سوتي سوتي اضحك اضحك. يا سلام. يلا الحين خليك خليك يوسف تعال خليك قدام. الحين نبيكم شوي شوي تجونا على المسرح شوي شوي. تعال الصوب الصوب هذا تعال. لا لا انتوا خلكم خلكم. تعالوا انتوا اللي هنا وقفوا على المسرح. الصغار قدام وقفوا على المسرح. الصغار وقفوا عند يوسف. الصغار وقفوا عند يوسف والكبار عندي ورا. يلا تعالوا تعالوا يلا يلا شوي 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 هناك. ها يوسف سانس. يا سلام يلا وقفوا وقفوا. يلا خلنا ناخذ صوره خلنا ناخذ صوره. يلا صورتنا. يلا شوف شوف طبعا. يلا حلقتنا اليوم عن السعاده. حلقتنا عن السعاده طبعا. نكون مستنسين طبعا. نحب اليوم في حلقه اليوم نشكر الجميع كلكم على حضوركم ونشكر بعد الطاقم اللي موجود معانا من مخرج من منتج من مصورين من موجود على المسرح من الناس اللي استقبلوا اطفالنا. يعني اطفالنا هذول اللي قاعدين تشوفونهم هنا معانا في فريق كبير وراهم. في فريق كبير ورانا يستقبل الاطفال ويدخلهم لين ما يدخلون عندنا المسرح وايضا من خلال التواصل معهم. فشكرا للكل المخرج والجميع ان شاء الله. وصلنا للنهايه ونقول شنو؟ نقول مع السلامه. شكرا. يلا مع السلامه. مع السلامه.